اللاعب الياباني، هذا هو فيليب توريسي. وتغيير، تغيير تاكاهارا، ترك الملعب لياناغيساوا، لياناغيساوا، وياناغيساوا يلعب لنادي كاشيما انتلرز الياباني. 12 مباراة وثلاث اهداف، 23 سنة. بعرض الملعب تلعب، توصل لياناغيساوا وتلعب قدام الجونما في حارس المرمى محمد الدعيع اللي يمسكها. أمامية لعبة طويلة، هو الآن لازم يلعب بثلاث مهاجمين صرحاء، لأنه هو يلعب الآن بمهاجمين، يلعب ب العتيبي وطلال وتحتهم سامي، تحتهم سامي. هذا هو اللي ترك الملعب تكارة، وهني ياناغيساوا البديل، وعبد الله الواقد يحصلها. شلهوب، كرة توصل للصقري، يلعبها جهة سامي، تتخلص نانامي، المنتخب الياباني يمشيها أمامية، ترجع مرة ثانية مرتدة هذه لمصلحة المنتخب الياباني، وبعرض الملعب لما يحصلها الدوخي، يا سلام على الدوخي، ياخذها من أمام ياناغيساوا، يلعبها طويلة للعتيبي. برز في بطولة القارات، يعني ودي ان يسوي شيء في الدقائق اللي باقي هذه من زمن المباراة. هذا هو نواف التمياط، سامي يتركها للشلهوب اللي يحاول يعدي، وشوف شلون نانامي يحاول يضغط على الشلهوب، تلعب للصقري، كرة توصل لسامي، سامي الكرة معاه ويحاول يعدي سامي، واخذها سامي يلعبها للشلهوب، هي لا زالت خطرة، وشلهوب تلعب وهي خطرة، ويلا ممكن يحصلها، انا ما تعدي، تعدي تعدي، وترجع مرة ثانية لدوخي، طلعها بعرض المكلاب، ضاعت فرصة من سامي الجابر، ضاعت فرصة من سامي الجابر، كان ممكن أيضا يتركها للي وراه، والكرة توصل يعني مقشرة، هذا سامي، وشايف شوف هني أيضا اللي هو طلال واخذ بوزيشن جميل جدا، واخذ مكان رائع، شوف كان ممكن يكون أخطر وأفضل، ما على كل الكرة تطلع خارج الملعب وضربة مرمى، ترجع لمصلحة المنتخب الياباني لا زالت. ياناغيساوا يلعبها جهة الشمال لناكامورا، مع ايضا الدوخي، عدي من الدوخي ويطلع عرضية وتلعب، هذه صعبة، انما خارج الملعب وضربة مرمى. هذا موريشيما، شلهوب امامي يلعبها لطلال، تتخلص، ترجع الكرة موتشيزوكي، يلعبها على نص الملعب، لا زالت مع موجن، ترجع الكرة ورا الآن لماتسودا، يلعبها جهة الشمال هاتوري، كرة توصل ناكامورا، المنتخب الياباني ناكامورا، ورايح للدوخي ورا يرجعها، لا زالت مع المنتخب الياباني، تتحول لجهة اليمين موتشيزوكي، يحاول يعدي من الشلهوب ويرجع يسيطر عليها على الخط تماما، توصل مره ثانيه الان لمصلحه المنتخب السعودي، ترجع نواف لسامي، سامي ممكن يفعلها ويمشيها اكثر، كره تلعب حلوه للمنتخب السعودي، نما من طلال واقرب لحارس المرمى كواغوتشي. هاتوري، ناكامورا، ست دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي لزمن هذه المباراة، واليابان، منتخب اليابان يتقدم عن المنتخب السعودي بهدف هنا في نهائي أمم آسيا 2000 في العاصمة اللبنانية بيروت. التمياط مع الدوخي، الدوسري رجعها بعرض الملعب، يلعبها توصل عبد الله سليمان، يمشيها لمصلحة المنتخب السعودي عند الشلهوب، هذا هو حيتقدم الشلهوب، ورا يرجعها بكعبه للصقري، يلعبها امامي صقري، تلعب توصل لسامي، سامي ياخذها ويحاول يعدي سامي، الكره معها بعرض الملعب، ورا يرجعها، ترجع وتتخلص، توصل لمصلحه المنتخب الياباني. موجن جهه ناكامورا،
ورا عند المنتخب الياباني عندنا نامي. هذا هو ضابط ايقاع المنتخب الياباني وانيا هاتوري. كرة اللعب خذوها تحاول مشيها لياناغيساوا وتتخلص الكرة تتخلص حلوة يخلص المنتخب السعودي تلعب أمامية توصل لسامي حاول يعدي سامي يرجع مرة ثانية يخلصها سامي توصل لمصلحة المنتخب السعودي الشلهوب لما تتخلص من أمام الشلهوب ترجع مرة ثانية مرتدة لمصلحة المنتخب الياباني جهة اليمين وخارج الملعب من موتشيزوكي ورامي تماس. رامي تماس صقري نواف شلهوب الكرة معه شلهوب يطلعها في عرض الملعب تتخلص الكرة ترجع مرة ثانية ويفوت بجول عندنا ما يبعدها أيضا كواغوتشي نواف التمياط وفعلا يحطها باليمين أنا ما يبعدها كواغوتشي حارس مرمى المنتخب الياباني مش ممكن حارس المرمى قاعد يشيل بلاوي في الشوط الثاني من المنتخب حارس مرمى اليابان فعلا هو اللي قاعد يشيل البلاوي من أمام لاعبي المنتخب السعودي ونواف التمياط على التمرين يلعب على طول تلعب قدام الجول يبعدها وترجع مرة ثانية ما تطلع الكرة خارج الملعب وضربة مرمى ضربة مرمى هذا هو الدوخي هو اللي لعبها وضربة مرمى شايف ما هم مصدقين أبدا يعني احتياطي المنتخب السعودي الله يعينه وفعلا يعني وقت صعب جدا المنتخب السعودي إلى الآن يخسر النهائي أمام اليابان بهدف في الوقت اللي في الشوط الثاني راح على مرمى المنتخب الياباني أكثر من المنتخب الياباني لاقى فرص أكثر إنما كواغوتشي كان عبارة عن ثلاث حراس مرمى في هذه المباراة خلص أكثر من كرة صعبة والكرة توصل لناكامورا نانامي ورا لمريوكا كرة توصل لشلهوب تتخلص ترجع الآن مقطوعة ولمصلحة المنتخب الياباني وفي راية وفي تغيير يظهر تغيير أوكو هذا أوكو يعني يدوب ياناغيساوا نازل وأوكو راح ينزل مكانه إذن أوكو شايف ياناغيساوا يعني ما في أربع دقائق يا دوب من دخول أو خمس دقائق من دخول ياناغيساوا مكان تاكاهارا الآن فيليب تولوسي يستبدله بأوكو وأوكو يلعب لنادي